ودن كا إمارات كا عربتا ايا سومالي لان او توابرا ايا عيدا مدي او قبضنا سيد او كالي وحا او قيب كا ياهي هرقيلين تا هشيس كا دولة ديتو بيا يو ودامد قوري هرات كا او اقوانسيكا إمارده ميدوبي ايا تاقيل دي اي سين چرين ودن كا سوماليا او سوليحي اي سومالي لان وحنا يلا ورديا دو انتاسي كودر ايا مدحوين بيحي ينو ساعدها ايا مالماها فوضا ينقصو حيا سفر كتك دونو هذا محي سومالي لان وقدقان تهي إن إمارات كعرابتو تاقيرا انتاسي اللي اقو سيو والمحين تيننها ايين كفلقين انا تاني يمركي وحماضي حليل كا سومالي ايو ودن كا إمارات كوحا سعودي تلابو ينستبكو غو وقصو دوان يودين عا سومالي لان إلا ورديو هو سيو اي وربانين تحقوغا الهليسو ايا شيغا ايين إمارات كو عيدا مدي وقبضنا او تبابرا ايو سومالي لان قوتو إنكا إسو ساريان إمارادة هميدوبي أيا إلا ورديادو وحا ينتاسي كوداريان إنا إسو قدونا نبدقليا دا إيو حسيلوني دا سومالي لان إيوغو كورو قادا إياها أمان كبادا عاس كاسيو ها تنسيوين عالم كو أغلو اللما إيو ما داما أو أي مرين بيود مهيمة تحي فايدو ينواوين أيا وغوشي لا سومالي لان كالحرير فراشادا إمارادة هميدوبي إيو مقدشو وها تنان إسكو سنبنانين سيدي لوغو لايي سراكيل سرساريه أو إمارادة هميدوبي وچوغي مغالدة مقدشو إيا حارون تاوضن كالسوماليا وچيدك وها تن إمارات كحرير كالسومالي لان كوروغو قاضيه أيا ناحية ليرياشا إيا فلاقية ياشا سياسة دوكم معنين أيا لبا وچيدو وواوين إنو كريه هاي تاسيو أي تكوبات تهي ينو فريسين ملتري كو يشو مرسادة مهيم كأهي بربراء تاسي او عالم كو ها تنترتن وغوچر إيا ينو ساحيب دولان نقضوه ودن كان عردن كاه صدح يو صدن كساندودنا أقوانسي كرهادين اي إساقا او كم يداه ودامادا عالم كوسي دا اعتراف كسومالي لان اي دولة دا ايتوبيان ها تنسي وينو لاشاقين اي هشيس كابي يحمد يا مدحوين بيحي ايانا او سيموغي يوميسان ليه او قرب تاغن يهي مارات كعربتو إلا ورديو هوسي او ورباهين تحقوقا الهشي ايان الشيغ ايا انو هشيس كاسي سدح جيسود مغن دونو تدبادة دفوطة ينغسو هيا تاسي او امارات كو قيب لباحكا قادن دونو دفاع هشيس كاسي يهرم مرين تيسي ايضا او سومالي لان يو ايتوبيا با اي دنوين يوغو چرتوه انو اي وادا قلاعن هشيس كاسكو بيدلا شدا فريسين كاملاتيري ايو اقوانسيق عالميقا اهي اي سومالي لانو سوحي سلدو بيسي سدح يسودن كي سندو دي وقودن بيسي horumar kan diblomaasiyadeedii ay ku talaabsatay Soomaaliland ayaa ay haatan si weyn u garab taagan yihiin saaxiibadeeda caalam ujeedka safarka madaxweyne bihi oo aan faahfaahin dheeraad ah laga hayn ayaa ila wareediyo hoose oo xuquuqaan heshay waxa ay sheegayaan inuu salka ku hayo kor u qaadista xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliland tababarka uu siinayo ciidamada militaryga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo ku soo beegmaya waqti baahi weyn loo qabo iyo iskarabtaag heshiiska Abi Ahmed iyo madaxweyne Bihi oo isaguna u baahan xulufo siyaasadeed oo xoog badan in imaaradaha midoobay ay xiriirka u jaraan Soomaaliya sidoo oo kale dhinaca Soomaaliland isugu soo biyo shutaan ayaa waxa ay uga dhigantahay hargeysa guul siyaasiyeed iyo mid diblomaasiyadeed oo ay xaqiijisay wadan kasta oo ku soo biira xulufada Soomaaliland ee garabka iyo wadan kasta oo ku soo biira xulufada dhow ee Soomaaliland ayaa waxa uu soo kordhinayaa talaabooyin diblomaasiyadeed iyo guulo laga gaaro hadafka ay shacabku soo lahaayeen 37kii sanadood ee ugu dambeeyay oo ah in ay aqoonsi caalami ah hesho jamhuuriyaddu imaaradaha midoobay ayaa hore waxa ay uga qayb qaateen sida ay la wareediyo military xuquuqaal u xaqiijiyeen tababarka ciidamada iyo tayayntooda iyaga oo soo saaray cutubyo lagu tababaray bartilmaameedsiga goobo gaar ah iyo daroniska haddana ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inay soo saarayaan ciidamadii ugu tirada iyo tayada badnaa oo ay yeelanayso Jamhuuriyadda Soomaaliland tanna waxa ay ka dhigan tahay guulo laga gaaray awoodda ay Soomaaliland ku ilaashanayso nabadgelyada iyo aqoonsiga